اثناء بدايه داعش كانوا اقوياء كانوا يتحدثون عن دوله في الايام الاخيره كيف كان الوضع بعد ان بدات القوات الامنيه بعمليات التحرير كانت يعني الوضع اول شيء كان انه دوله الخلافه انه كانوا يفكرون انها مسيطره على العالم كلها بوقت اللي صار يعني الاحداث انه شوي صعبه بالراقه او بالمناطق اللي هم كانوا فيها كان الوضع صعب بس كمان كانوا يعني يحاربون يقولون انه لازم نحارب لاخر دقائق ما انه ما لازم نسمح لاحد انه ينهي دوله الخلافه او شيء فكان دائما انه عندهم الثقه انه لازم يسيطرون على العالم هل طلبوا منك او من الايزيديات الاخريات ممن كنا معك بارتداء احزمه ناسفه؟ نعم لما صار سقوط موصل انا كنت وقتها جاي زياره بموصل كنت هني فلما بوقتها صار الاحداث بموصل طلبوا منا انه نلبس احزمه ناسفه ونطلع ان صار شيء او مساكونا او احد اخذنا انه انفجر الاحزمه والهاي بس بوقتها يعني انا يعني لبست الحزام بس من طلعت من هناك كنت اخاف كثير منه فشلتو و خليته بمكان ورحت. يعني اجبروكم على ارتداء الأحزمة الناسفه كدروع بشريه لل... لتفجير انفسكم اذا ما تقدمت القوات الامنيه لذلك نعم